هاي يوسف، هالفيديو رح يكون all about طبخ. رح نكون عم نحضر breakfast, lunch, dessert, dinner، شو ما بدكم يعني. فنحن اليوم day one ورح نبلش أول شيء من نروح grocery shopping تجيب كل ingredients اللي عايزتها. So let's go. وهلا it's time أنا أحضر الغدا. ف let's start. So as you can see, صرنا عشية وحضرت هالمرة garlic bread. Alright, so let's taste them. Okay, صراحة كتير طيبين. I really do recommend إذا بتحبوا يعني garlic bread. Alright, so أنا رح كمل أكلي وبشوفكم tomorrow for the breakfast. شفتوا عملت pancakes وانتو اذا عادة بتحضروا my videos you know I love pancakes. هلا I don't do them so often يعني بس انا from time to time طيبين. بس هالمرة عملت pancakes سادة ما فيهم شي وعملت pancakes كمان فيهم chocolate chips. I never tried it before فهذا رح نجربه اليوم يعني. بس اكيد رح يطلعوا طيبين يعني انه I love pancakes I love chocolate so مع بعضهم perfect mix I guess. Okay, for no surprise, كتير طيبين.
I love it. بس هلا انتبهت لكم انه كل الكوانتيتيز اللي عم بعملها اكيد ما عم باكل كل شيء لوحده يعني. Alright, so انا هلا رح كمل البريكفاست وبرجع بشوفكم for dinner. Alright, so as you can see, it's time for dinner. وأكيد أكيد ما حمرق هذا الفيديو بلا ما مرق أي سالد. As I watch my video once again, you know أنا كتير بحب السالد يعني. فهالمرة كمان جربت a new recipe. فتنشوف إذا طيبة. اوكي فصراحة كتير طيبة. I love it. هلا أكيد كل الريسبيز اللي عم بعملهم أكيد طيبين لأنه أنا عم بعملهم يعني فإنه obviously. بس aside from that, لا عن جد it's really good. I really do recommend. It's healthy so win-win situation. Alright, فأنا هلا رح كمل الدينر وبرجع بشوفكم tomorrow on day 3 للغدا. I did هيدا البيتزا توست kind of thing. Once again تقريبا هذا الشيء جديد عملته يعني عامل الشيء هيك بيشبهه قبل بس مش exactly the same. So let's taste test. Okay honestly it's really good وأكيد برجع بجربها بعدين. هلا بالبهارات كترت شوي but it's a little bit spicy بس it's okay. اوكي فانا هلا رح كمل الغدا وبرجع بشوفكم for something kind of special.
it's day 4 وهلا نحن بدنا نتروق. ما حنتروق حيالله شيء، رح نتروق شيء اخذ لي ليتلي يومين تعمله، بس انه at least it turned out really good. لايك كثير بشهي صراحه وريحته كثير بتشهي. هلا اهم شيء نشوف اذا ظابطين من جوا، اذا actually طيبين or not. يعني صراحه هيك شوي I'm stressed يعني لانه it took me a lot of time to do them. So اذا مش طيبين I'm gonna be sad. So let's see. زبطي من جوا. Alright, so جبت كمان مربى تأكل معه to stay healthy, you know. So let's try this. I'm so proud of myself. I know it's not a really easy recipe, يعني, but I did it and it turned out great. Yeah. اوكي فانا رح كمل هلا اتروق وكل شيء وبعدين برجع بشوفكم للعشاء. Alright, فنحن هلأ صرنا عشية وهلأ الوقت للعشاء. So I did a new recipe command this time. I never tried it before. Okay, صراحة يعني once again it's not a really risky recipe. يعني أنا بطاطا يعني فأكيد حيكون طيب. But it's good, it's good. So I was really excited to try this recipe. وأكيد عملت مع سلاد لأنه لوحدهم ما بيمشي الحال. Alright, فأنا هلا رح كمل اتعشى و it's really good so I'm really happy. فبشوفكم بكرة لل breakfast. So, مثل ما شايفين غيرت شوي السيت اب، صرت برا لانه كثير شبر ايام. ف today we're going really healthy لانه عملت بيض مع توست وكل شيء. So let's eat. Let's give her a moment, I guess. خلصت. Anyway, فاليوم اكيد ما في taste test يعني انه بيض وتوست. It's not the most interesting thing يعني انا اكيد اكل منه قبل وانا اكيد طيب عين الله. اوكي فانا هلا رح اكمل اكل وبرجع بشوفكم للغدا. فمثل ما شايفينها صار وقت الغدا. اول مره بجرب الباستا بالبيت يعني اكيد اكلتها بمطاعم بس ولا مره جربتها. فخلينا نشوف اذا ظابطه معي او لا. اوكي فصراحه كثير طيبه بس فيها كثير صوص فكان لازم نكثر شوي الباستا بس اتس اوكي.
Alright, so أنا هكمل أتغدى. And that was the last meal for this video. So it's the end. يعني صراحة I really enjoyed. يعني عن جد جربت new recipes and new stuff. Like I really enjoyed it. يعني I hope إنه أنتوا كمان تكونوا حبيتوا. فإذا حبيتوا هالفيديو make sure to subscribe to my channel لأنه it means a lot to me. وبشوفكن in this video next. Bye. Not okay. All I want.